فضيلة الشيخ، يقول هذا السائل: بعض الناس يردد بأن الوقوف بعرفة إذا صاد في يوم جمعة فإن ذلك يعادل حجتين، هل هذا صحيح؟ ما ورد هذا. هو إذا صاد في يوم الجمعة يوم عرفة هذا أفضل، وهو الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، الوقوف يوم عرفة أفضل إذا وافق يوم عرفة. وأما أنه عن حجتين أو أكثر فهذا ما ورد. نعم.